يعني احنا سعداء بالقناة بتاعتكم، واحنا النهاردة بصدد لقاء مع النقيب العام لمحامين جمهورية مصر العربية ونقيب المحامين العرب، بنعمل اللقاء في الأليوبية للمرة الثانية على التوالي. عملنا لقاء من فترة في شمال الأليوبية، النهاردة اللقاء الثاني في جنوب الأليوبية، عشان معالي النقيب العام يشرح للسادة المحامين والزملاء التطورات اللي حدثت في النقابة من فترة إلى الآن. احنا يعني عشان نوصل للمرحلة اللي احنا وصلنا لها، عرض مشروع قانون المحامين على مجلس النواب، تلقفناه في اللجنة الدستورية والتشريعية، وشرفت أنا النائب محمد مدينة المحامي أن أكون رئيس اللجنة الخاصة لإعداد القانون، وبالفعل استغلينا الفرصة عشان نقدر من خلال مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب إن احنا نقدر نحقق بقدر الإمكان مزيد من الحريات، مزيد من الضمانات للمحامي، ومزيد من كيفية العلاج ورفع قيمة المعاش. نجحنا بقدر الإمكان إن احنا نصيغ قانون يلقى إلى حد ما قبول السادة المحامين، ويحقق على الأقل الحد الأدنى من رغبات وطموح المحامين. اللقاءات دي سنة حميدة استناها النقيب العام، على أساس إن هو لابد وحتما أن يكون هناك تواصل مستمر ودائم وحوار مستمر ودائم بين النقيب العام وبين النقابات الفرعية وبين جموع المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية. ومن خلال هذه اللقاءات بيتم التحاور والنقاش وطرح بعض الأطروحات والآراء حتى نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه المحامين جميعا. الاستفادة هي مردود ما سوف تحدثه النقابة من تطوير ومن إنجاز ومن الارتفاع بمستوى المحامي ماديا واقتصاديا واجتماعيا وعلاجيا من خلال هذه اللقاءات عن طريق العرض على معالي النقيب، ويدور الحوار والنقاش في هذا الصدد حتى نصل إلى النتيجة اللي بنصبوها كلنا جميعاً.